كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمة نسيتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم أرملة اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عبرة. سبحان الله، بنت مسكينة، كان في رجل الرجل ده من علية القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته معاشة معاه ومعاه بنت وولد. الرجل ده كان مفتري، كان ظالم إلى أبشع حدود، كان عنده قسوة في القلب، يعني مش ممكن، يعني تحس إن قسوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تغرقهم. الرجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول إحنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش أخلاق بالمرة، وكنا احنا الاثنين ظلمة على طول. اي خادمة ما بتستناش عندنا اكتر من شهر او شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والاذى اللي بنعمله، ما كناش بنخلي اي اسلوب من اساليب التعذيب الا ما بيعملوا. بتقول في يوم من الايام جاي من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مامون، من بلديات واحد غلبان جاي له، قال له يا سعادة الباشا، بنتي ديت عايزة تشتغل عندك، لان احنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، واي مرتب ان شاء الله اي حاجة تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلها كذا. قال له ماشي، وانا هاجي لك اول كل شهر، او ابعت لك حد ياخد الفلوس اول كل شهر. قال له ماشي. البنت يعني مسكين عندها 12 سنه، طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا، وحرام عليكم. راح سابها وماشي، سابها وماشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره يعني هتسيب امها. وكان ليها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، انت ربنا يكرم بيبقى واخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها يا حبيبتي لما اجي ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في شقه، واجيب لك واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم قدر ربنا قعدوا عازموا فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنلم عليها سلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بناكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان، في عز شهر طوبه كنا بنيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل انواع الاذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها تاني يوم كانت بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل انواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينه، البنت بتقول ما رحتش بلدي الا مرتين. المره الاولى لما سمعت خبر موت اخوها وهو جاي من الاردن، فانقطع الامل بالنسبه لها. والمره الثانيه لما ماتت امها، بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازه اخوها، والمره الثانيه عشان تحضر جنازه امها، وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمه دولت عذاب شديد جدا، لدرجه ان بدات البنت البصر بتاعها يضعف لحظه بلحظه، مره بمره، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجه، تلاقي الحاجه بايظه مش كويسه، تجيب ده مش لاقيه، مش عارفه، فمش عارفه تعمل ايه. فبدات الناس يشفقوا عليها، بقى هم يروحوا يشتروا لها الحاجه ويجيبوها لها ويتقدموا، وكل شويه هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب و الى ان عمي بصرها. اول ما اتعمى بصر البنت دي رموها في الشارع. قالهاش لازم ابقى خلاص هنبدا ايه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا، لحد ما وصلوها للدار يعني لعمي وكده، فقيد نعمه البصر وقعدت فيه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، طبعا الكلام ده بعد سنوات طويله، البنت قضتها من وهي عندها 12 سنه لحد ما عندها 22 سنه، تعذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت، وابنه كبر، الراجل نفسه طلع على المعاش، طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا بقى ملوش لازمه في الدنيا دي خالص، فاعصابه بقى هو اصلا ملوش، ما عندوش اخلاق، بقى ما فيش خالص، بمره بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا هي فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد، ويقدر ربنا المفاجاه الاولى ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاعمى وبين البنت الخادمه اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما اتعمت؟ فقعدوا يفكروا، يا ترى هي دي قدام دي، ولو الولد خلف تاني برضه البنت هتطلع عمياء ولا الابن يطلع اعمى؟ فبقوا عيني في حيره مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع اعمى جات له هستيريا، فودوه مستشفى الامراض النفسيه.
جم الدكاتره كلموهم قالوا ما تخافوش ده موضوع مش وراثي ولا له علاقه باي حاجه، ده قدر الله كده، لكن ان شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص، وخلوهم عادي ونجيبوا عادي مش مشكله. بعد سنتين شجعوا ابنهم، معلش يا ابني دي حصلت مره مش عارفين، فرحنا بقى يا ابني حبيبي ما بقاش في فرحه في حياتنا، حاول ربنا يكرمك يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفله كده تاني ان شاء الله تفرحنا. وحملت البنت خلاص طلب موعد الوضع، وكلهم حاطين ايدهم على قلبهم محدش عارف ايه اللي هيحصل. جت لحظه الولاده ولدت البنت، ولدت بنت جميله جدا، وبداوا يسالوا الدكتور اخبار النظر ايه، قال زي الفل، فرحانين جدا. البنت طلعت تفتح وشايفه اي نعم وكويسه زي الفل. وبعد ست شهور اتعملت، كانت دي المأساة التانية. فالأم حست، قعدت تراجع نفسها، مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا، مش ممكن يكون الموقف دوت كده، لا لا لا، ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت، العذاب اللي عذبناه لها، البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا، اللي تيتمت بدري، اللي كان ليها أب قاسي تاجر بيها ورماها مقابل كام جنيه وصلوا لها أول كل شهر، لدرجة إن ما شافهاش إلا مرتين في 10 سنين. ده عقاب من الله لنا. بدأت الأم تخرج وتدور في كل مكان، في الإقسام، في المستشفيات، في دار مسنين، في دار مش عارف إيه، لحد ما لقيتها في دار المدفونين. ودخلت عليها حضنتها وقعدت تقبلها تقول لها سامحيني يا بنتي. مين حضرتك؟ أنا فلانة. فلانة. يعني البنت سبحان الله اول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في ال10 سنين اللي فاتوا، فلانه اللي كانت بتعمل فيا كذا، فلانه اللي كانت بتكهربني، فلانه اللي كانت بتنيمني على البلاط، فلانه اللي كانت بتاكلني عيش زايد، فلانه. البنت قعدت تفتكر شريط الذكريات، واللي ذكرت يوم ما مات اخوها، يوم ما ماتت امها، يوم ما ابوها رماها، يوم ما عملوا فيها، يوم ما كهربوها، يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها، يوم ما رموها لما تعبت. فالام قالت لها مسامحاني يا بنتي رغم ده كله، شوف القلب الابيض، قالت لها مسامحاني. خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمي، لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر لي وربنا يغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبرة 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 عبرة. مستحيل تعصيه.